نعم، تحية لك ماجد. في الواقع في مناطق شمالي قطاع غزة يحاول الجيش بقدر ما أوتي من قوة أن يتوغل أكثر في عمق منطقة جباليا. ما يزال عمليا الجيش تحت كثافة القصف المدفعي وأيضا الجوي وأيضا دخول الزوارق الحربية على هذا الخط منذ بداية المعركة البرية، أن تحدث ثغرات أمنية في هذه الجيوب التي تقاتل الجيش الإسرائيلي من الفصائل المسلحة. ولكن رغم إعلانه عن تطويق منطقة جبالي أو حصارها، إلا أنه لم يستطع عمليا أن يستكمل تطهير جميع الجيوب التي تقاتل على الأرض من الفصائل المسلحة. في الساعات الماضية رصدنا عدد من الاستهدافات للجنود الإسرائيليين في مناطق شمال قطاع غزة بحسب البلاغات العسكرية، طبعا لحركة حماس، وأيضا في منطقة الشجاعية وفي منطقة شرقي خان يونس. ما زال الجيش الإسرائيلي عمليا في تخوم منطقة جباليا، حاول التوغل أكثر في أطرافها، ولكن اشتداد هذه المواجهات مع المسلحين الفلسطينيين وعمليات الكمائن التي يقع فيها الجيش الإسرائيلي واستخدام العبوات المضادة للأفراد فضلا عن قذائف الهاون، هذه القذائف التي تستنزف عمليا الجنود الإسرائيليين الذين يقيمون في بعض المناطق حشودات عسكرية، تواصل الفصائل المسلحة استخدام هذا الأسلوب في محاولة لضرب هذه التجمعات وتفريق القوات الإسرائيلية. في بعض المناطق يحاول الجيش مثل خان يونس على سبيل المثال ماجد، الذي استطاع أن يتوغل الجيش الإسرائيلي في عدد من أحيائها بحدود 5 أحياء تقريبا في منطقة خان يونس، ولكن لم يستطع بعد التوغل والسيطرة الكاملة في عمق هذه المدينة أمام ضراوة هذه الاشتباكات. في الساعات الماضية أعلنت حماس عن استهداف قوات تتحصن في منازل، وأيضا ضرب الحشودات في هذه المنطقة باستخدام القذائف المضادة للدروع وأيضا المضادة للأفراد. لذلك يرصد الجيش الإسرائيلي إصابات كثيرة في صفوفه جراء هذه الكمائن، فضلا عن المعارك الضارية في منطقة الشجاعية. ربما ماجد أيضا ما يتعرض له النازحون سواء في مناطق الشمال أو مناطق شرقي خان يونس يدفع الجيش الإسرائيلي ببطء للتحرك في هذه العملية العسكرية. يحاول الجيش جاهدا إخلاء هذه المناطق من السكان، يلقي عليهم منشورات ويطالبهم بالرحيل، ويقصف أيضا محيط مشافي ومدارس للإيواء كما رصدنا في الساعات الماضية، وأعداد الضحايا بالعشرات في مناطق خان يونس. في ساعات منذ ساعات الصباح رصد أكثر من 70 ضحية، في مناطق دير البلح والمغازي أكثر من 60، وبالمجمل في ساعات النهار كان العدد قد وصل إلى 133. بطبيعة الحال الأعداد الضحايا تتزايد، أعلن عن أكثر من 17,000 ضحية، ولكن هذا ما رصد لمن هم تحت الأنقاض، وما زالت الطواقم الطبية الإسعافية والدفاع المدني يحاولون الوصول إلى من هم تحت الأنقاض، هذا لم يحصى بعد، وبالتالي المؤشرات قد ترتفع إلى أكثر من 20,000 ضحية بحسب تقديرات بعض المراكز الحقوقية. في كل ذلك ماجد، الشرائح الهشة من النساء والأطفال كما تقول المنظمات الدولية من شمال قطاع غزة وحتى أقصى الجنوب في رفح ما تزال تواجه مخاطر الموت المحقق والجوع وانتشار الأمراض في ظل عجز هذه الطواقم الإغاثية عن توصيل المساعدات بشكل ملائم أمام عنف هذه الضربات الإسرائيلية، وأمام أيضا نقص الإمدادات وشاحنات المساعدات التي تصل قياسا بما تم رصده خلال فترات الهدنة. كل ذلك يتعقد ماجد وسط ضبابية المشهد أمام هذا القرار الذي أفشل في مجلس الأمن للتصويت على وقف إطلاق النار، وأمام هذه المدة الممنوحة من الولايات المتحدة الإسرائيلية تستكمل هذه العملية حتى نهاية الشهر الحالي. وفي المجمل الأوضاع الإنسانية ما تزال كارثية جدا، ولا مستقبل عمليا لأوضاع النازحين في ظل هذه الضربات الإسرائيلية المكثفة ماجد.